بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى تقلبات حالة الإنسان. كان ضاقت بالأحوال، يا رب اشفيني، يا رب اغفر لي، يا رب نزل لطفك، يا رب وسع لي، يا رب اشفي لي فلان وفلان وهلم جر، ولي البحر مش يبلعوا، ربنا انجينا وما عادش نرجعوا لصنعتنا الفاسده دي، صنعت الشرك والكفر. وبعد فاتي ظروف صعبه ذيك ينقلب على عقبيه، يرجع لكفره وشركه، وتعرفوا الفرساتيليتي المال هي اللي كاتاستروفيك، خاطر هي اللي مجيب له كما تقولوا انت كشف حواله، كونه لا يستقر، كونه منافق، كونه ما تصدقوش كيف يبدا هكا يروم فيك ولا يرضي فيك، ما لا تركن اليه. انا دور بك عقوب الرياح، الشيء اللي مش يجذب لك ليه يكثر منه، فيبدأ يمدح. وحنا عندنا في الاسلام الذبح هو الذبح، المدح هو الذبح، يعني تمدح فيه الواحد مش يزيد، مش مكتوب فيها بل كل شيء، تستصغر من حالي، تستصغر من عقلي، تسخر من من حضوري، مش اغم، مش مشتوى تلفني هكا كمان عبرت وما تجمش، لانه اللي يهمني انا هو مرضاة الله، لا ان اهتم بك وانت تغضب الله بمدحك وانت لست صادق. واغلب المداحين قال نبينا عليه الصلاة والسلام أو جلهم أو كلهم احثوا بوجوههم التراب، يعني ذلوهم اتركوهم لا تقيمون لهم أي قيمة، نسأل الله السلامة.